السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة الهند في ليبيا أو رقم السفارة الهندية في ليبيا. رقم التليفون هو 00218-213-409-288. يبقى تاني، رقم سفارة الهند في ليبيا أو رقم السفارة الهندية في ليبيا 00218-213-409-288. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.